إعادة النظر في اللوائح وبناء لوائح جديدة تتمثل خطر، هو أن في واحد الفترة اللي كان أزمة اقتصادية اجتماعية للسياسة والشأن الانتخابي باقي ما تمكن باش يستقطب عدد كافي من المواطنات والمواطنين والشباب باش تلقائيا يفهموا الحق والحق ديالهم باش يمارسوا الحقوق ديالهم الديمقراطية، يمكن يكون عزوف على التسجيل في اللوائح، مما تطرح إشكالية كبيرة ديال المادة الديمقراطية في بلادنا والآلية الديمقراطية. لا أظن بأن اليوم لا فتحنا المجال ديال إعادة النظر من الصفر ديال هاد اللوائح نوصلوا لواحد على الأقل واحد 70% ولا 80% ديال المواطنين والمواطنات اللي وصلوا لسن ديال التسجيل 18 عام ويتسجلوا فيها. كاين هذا الخطر. ربما تدريجيا نمشيو نحو لوائح اللي عندها أكثر مصداقية، اللي تتبرهن ولا تتعبر بكيفية أوضح وكيفية أقوى على الحقيقة الانتخابية ديال المنطقة. ربما لنخرطوا القوى الحية في بلادنا من أجل تصفية هذه اللوائح وجعلها أكثر دقة، يمكننا نوصلوا لهذه العملية.